خالصة أيضا متجددة لحضراتكم مشاهدين الكرام في لقائي الأسبوعي كل أربعاء مع حضراتكم عبر شاشة قناة النادي الأهلي. في البداية الشكر جزيل وموصول لزميلي العزيزين سهام صالح وهاني رمزي. وزي ما تعودنا الحقيقة خلال الأسابيع الماضية بنحرص في هذا اللقاء وفي هذه الفقرة أنها تتعلق بحوار مع شخصية رياضية وإدارية في مجال الإدارة الرياضية والاستثمار الرياضي ورؤساء الأندية الحقيقة، لنضع دائما النقاط على الحروف ونقدم للمسؤولين عن إدارة منظومة الرياضة في مصر الكثير من الرؤى والاستراتيجيات التي يمكن الاستفادة منها. النهاردة عندنا ضيف مختلف كالعادة ومن العيار الثقيل زي ما بنقول، ورجل صاحب باع طويل في الإدارة الرياضية خاصة في اتحاد كرة القدم. دايما كنا نقول الحاج محمود الشامي، فأصبح علامة من العلامات في العشرين سنة الأخيرة، والرجل بيحظى الحقيقة بتقدير جميع عناصر اللعبة أو منظومة الرياضة في مصر، مش بس كرة القدم، ولديه الكثير أيضا ليقدمه. خلونا نشوف الملفات اللي عندنا وهي كثيرة الحقيقة. رؤية ورأي دكتور أو المهندس بقى محمود الشامي فيها في هذه الليلة. خلونا الأول أرحب بالمهندس محمود الشامي. اهلا وسهلا يا فندم، برحب بحضرتك وبشكرك على الدعوه ومسهرينك. دايما بنطلع بعد منتصف الليل. انا سعيد جدا جدا ومتابع حضرتك الحقيقه، وانك بتكمل الدايره المهمه جدا الاداريه والاستثماريه داخل مجال كره القدم. الامل ان انا كنت بحلم ان يكون موجود، ويعني ونعيش ونشوف ان دي صناعه يبقى لها اهتمامها كاستثمار ولها ادواتها بجانب الادوات الفنيه. يعني انا ما نغفلش الادوات الاداريه اللي موجوده والادوات الفنيه اللي موجوده، الجانب الاستثماري والجانب الاداري والجانب الصناعي والتمويلي وخصوص الاموال، ده موضوع هو عصب هذه الصناعه، عصب صحيح. هذه اللعبه، عصب هذه الرياضه اللي الان الاوان انها تجر او تكون القاطره اللي تجر الاقتصاد المصري. هي صناعه ضخمه جدا وشفناها في كثير من دول اوروبا طبعا باشمهندس محمود، بالاضافه انه الحقيقه كم السعاده او حجم السعاده اللي بيدخل على الناس الفرحة. من خلال متابعتها الفرحه بيكون كبير جدا بالظبط كده. وعلى قد وبعدين حضرتك العله، انت اصلا عملك كله كعمل انك انت تكون مدخل مداخل سعاده، كان مدخل من الربح، لكن تبقى هي مدخل من مداخل الاقتصاد وتحرك الاقتصاد وتحرك عصب الاقتصاد، ده اللي بنأمله. كنت بتمنى والله يا شيخ شريف ان انا اكون إن اول ما دخلت ان انا اعمل، انا في اتحاد الصناعات بقالي اكتر من 20 سنه. هايل، ما انت راجل صناعه بالاساس. بالظبط. فلما المهندس بيبقى عنده حلول وعنده شغل، كنت اتمنى اول ما اتعمل كنت موجود وهو بيتعمل غرفه صناعه الاعلام، كانت جميله جدا. طب غرفه صناعه الرياضه بتصنع، يعني ازاي ما يبقاش في غرفه لهذه الرياضه ورؤيه الانديه المحترفه وكثير من الملفات ان شاء الله باذن الله. طب خلينا كل جزيلا. ده نطرحه للنقاش يعني كده واحده واحده مع حضرتك فيما لدينا من وقت. يعني نتمنى ان شاء الله انه الساعه الا ربع دقيقه او 45 دقيقه يعني تدركنا ان شاء الله التعبير. اتحاد الكره الان تدير لجنه مؤقته يعني وبانتظار الانتخابات، شايف اداء المهندس احمد مجاهد ورفاقه يعني ازاي خلال هذه الفتره وعلاقتهم كمان بالجمعيه العموميه والتطوير الحادث، يعني ان كان هناك بمنتهى الموضوع منتهى الامانه. يعني طبعا احنا بنقيم ملفات. اعتقد ان المهندس احمد مجاهد كان جاي لمده معينه، كان 3 اشهر تم اضافتها دلوقتي ل4 اشهر جديد، ومش عارفه تنتهي لانه بعد تاجيل الدوره الاولمبيه شهرين كمان، فانت ممكن تتمد شويه الانتخابات. اعتقد ان في ملفات نجح فيها بامتياز، ان هو اولا فيما يخص اداره ملف داخل الاتحاد المصري لكره القدم، داخل الديوان الاداره والهيكله، قدر يتحرك ويضبطها لانه طبعا جوه المطبخ وقدر يتعامل بيها بشكل اعتقد جيد جدا. لكن في ملفات طبعا هو مقتنع انها مش مجديه، ودي دايما انا عليها موضوع التطوير أو فكرة التطوير. فخ الأولويات ده التطوير نفسه، هو التطوير. حضرتك لما تيجي تتكلم على الروابط تيجي تتكلم على، حتى لو انت فاكر في موضوع الفار مش انت صاحبك كان عايز لك يعني انرجي، يعني ايه يعني فاكر يعني دي نقط مهمه، الروابط الصناعه الخاصه بالحوكمه، الصناعه الخاصه ببعض الاستثمارات الموجوده في تطوير هذه المنظومه في التعامل فيها من ادارات محترفه، ما بقاش مركزي، يبقى من خلال ادوات دي اذا كان صح التعبير خطورتها في انك انت الامور كلها في ايد واحده بمشي، لازم الدنيا تشتغل فبتعمل ارتباك شويه، لكن يعني مش مع المركزيه. طبعا لا مش رياضه، دي صناعه حضرتك. انا اكون
صاحب المجال، بحط اسس، بحط استراتيجيات، بحط معايير اللي هي معايير حكومه في الشفافيه، في النزاهه، في الـ في, الـ في الـ كل الشروط الموجوده، وفي الاخر بتابع تنفيذ هذه الموضوع. لكن اعتقد ان هو عدى ازمات كثيره جدا، ربنا يكلل نجاحها وان هو يعمل انتخابات نزيهه، وانا اعتقد ان بتكون بشكل وتكون هي من خلال اللجنه، انه كمان هي لجنه اللي هتدير الانتخابات، يعني هو مش لجنه بس سياسات اعمال، لكن المنوط بيها الاساس انها كمان لجنه بتدير الانتخابات، كمان مديها ميزه. طب هنا سؤال، هل يمكن لاحد اعضاء اللجنه خوض الانتخابات؟ لا 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 يجوز. وبعدين هو اذا كان له الرغبه في خوض الانتخابات ولا يستاهل الدوره دي، لا حتى لو استاهل يعني حتى لو يعني هو كان عارف ده هو جاي طبعا استطلب هذا الامر. لا طبعا هو اعلن مهمه وطنيه، هو اعلن باشمهندس سعد اعلن كمان. هو اللجنه دي مديها بند 89 لجنه خطيره كده يا استاذ شريف، ان لا يجوز الطعن على قراراتها. يعني لو استبعدت محمود الشامي مش من حقك تطعن، لانها دي مش معناها ان فيها تجاوز، عشان الناس برضو انا كنت بفصل للناس الموضوع ده. اي حاجه انتقاليه، اي ادوات انتقاليه ما تنفعش حضرتك. انا عايز انقل مرحله، انا جيت ليه؟ عشان في مرحله عدم استقرار، بعمل استقرار عشان انقل. لازم يبقى في بنود استثنائيه. ما ينفعش حضرتك، هي اللجنه اصلا توفر نوع من الحصانه، حصانه صح التعبير، لضمان الحقوق. احسنت، هو دي الكلمه. ان انا بحصن وانا في هذا الموضوع، لان اصلا اللجنه لو تيجي تبص للائحه، لو انا هطعن بقى، طب ما فيش لائحه ما بتقولش انها لجنه لا تدير انتخابات، ولا في موجوده في اللائحه ولا موجوده في القانون. لكن جت في ظروف معينه لتطبيع، اسمها لجنه تطبع ورد معين وتسلم الامانه لمجلس منتخب. ما تجيش بعد كده حضرتك تقول لي ده مش من حقه يدعي الانتخابات. مش موجوده في اللائحه، مش موجوده في القانون، يبقى لازم احصنه بهذه الماده، ان لا يجوز الطعن على قراراته، لا يجوز الطعن. فدي كمان مسؤوليه كبيره جدا، انه لو استبعد. المراحل الانتقاليه دايما بيكون لها ظروف خاصه. برافو عليك، يعني زي الدستور. برافو عليك. ده البنود الانتقاليه يا جماعه مش معموله، ليس لها اي شبهه، ليس معموله لحاجه، ومحدش يبقى قلقان، لان المتداول دلوقتي ده هينزل محمود مع فلان، هينزل فلان وهيستبعد فلان. لا مش انا اعتقد باشمهندس احمد يعني انسان يعني امين جدا. هو حسم الامر بالنسبه لموضوع 8 سنوات وال خلاص. كل اللائحه دي فيها بنود جديده لازم الناس تعرفها. الثمان سنين اصبحت من الاول، ما حدش بس راجع يعني يبدا يحسب الثمان سنين من دلوقتي. وبقت على المناصب، يعني من حقه ان يقعد 8 سنين عضو، ثم يبدا 8 سنين نائب، ثم يبدا 8 سنين رئيس. دي من ضمن التعديلات. اتحطت بقى حاجات شويه شبه الحوكمه، شبه الشفافيه والنزاهه، ليها تضارب المصالح والحاجات دي، اتحطت بطريقه برضو مش هي دي مش ده برضو انا عن نفسي مش راضي عنها. يعني حاسس انها معموله ايه، موجهه يعني زي موجهه لاشخاص معينين يتم استبعادهم. الموضوع مش اعلام بس، لا كان لازم يتحط المبادئ العامه كلها للحوكمه بكل بنودها، ويكون ويخص في اللائحه دي ان يكون مدير حوكمه للاتحاد. عظيم. من غير وجود مدير للحوكمه عشان يقيم المواقف. انا النهارده اقول اللبس ده يتجاب ازاي، الغي عقد بومه واجيب عقد قضيص باي معايير، باي حوكمه، باي شفافيه، باي نزاهه، كل دي معايير، كل دي حوكمه، كل دي مدير فني للاتحاد بيجي باي معيار، باي ما كان بياخد كام. وده بيدعي الشبهه كمان، يعني كل حاجه ونزاهه وكل حاجه. وكره القدم بالذات والرياضه بصفه عامه وكره القدم بصفه خاصه، ان ارقامها كبيره، اذا ما تمهاش لها معايير الحوكمه حضرتك مش هتقدر تحكمها، وهتفضل دائما في بؤره الايه؟ الشبهات. طيب الجمعيه العموميه تم تقليص عدد اعضائها والانديه المشاركه. أيوه. يعني لكن ما زال هناك بعض اللغط حول الامر، انه برضه في انديه صغيره بتتساوى مثلا بالانديه الكبيره زي الاهلي والزمالك. الى اي مدى برضه فكره عدد اعضاء الجمعيه العموميه لا يكون لهم الحق في انتخاب مجلس اداره اتحاد كره القدم الجديد من وجهه نظرك شايفه مناسب او مش مناسب؟ هيكلم متكلم انا. الفلسفه في الجمعيه العموميه ان لا تطغى فئه عن فئه، يعني ما ينفعش حضرتك، وده اللي غير الجمعية. يعني ما ينفعش حضرتك مثلا حصل توسع بمنتهى الامانه، حصل توسع في قبل كل الانتخابات، قبل كل ما زاد، انك تلغي وضع معين من الهبوط والصعود، ويبقى ده يزود العدد. فاصبح وصلنا للوضع ان القسم الاول والثاني 12 في 36 و 18 48، والقسم الثالث بس 175. ثلاث اضعاف القسم الاول. ثلاث اضعاف. فاصبح هو اصبح بغض النظر انها حلوه او وحشه، اصبح انها فئه واحده تقدر تاثر على تحويل مسار كره القدم او تضر بمصلحه اخرين. الفلسفه في الجمعيه العموميه ان لا يكون فئه تستاثر بايه؟ ما يكونش بالقرار. فبدا الاتحاد يحط الاتحاد الدولي يحط هذا المعيار، انت النهارده يكون حد اقصى للقسم الثالث والرابع 50% ناقص واحد، والقسم الاول والثاني يبقى 50% زائد واحد، بحيث يبقى الدنيا فيها ايه؟ مفيش شدار توازن. هو ده الفلسفه، ولا هي معموله عشان تمشي حد ولا تطلع حد. وعله وجود الناس في الجمعيه العموميه الحقيقه ربط
بتوها بالدعم المالي. وانا ده اكبر خطا في كره مصر. لو يعني كنا لما نصنعها انا بدعم نشاط، انا بسوق من قبل مين؟ من الدوله يعني؟ من عوائد، من عوائد الاستثمار، من عوائد دي. عشان دي موضوع الحوكمه. الحوكمه بتقول ايه؟ انا النهارده هدعم قسم ثاني، هدعم قسم ثاني، انا بدعم نشاط، بدعم حاجه نتيجه حقوق بتتوزع بنسبه معينه بالحوكمه. نتيجتها ان النادي ده سواء عضو جامعه عموميه بقى، سواء مش عضو جامعه عموميه، سواء عضو منتسب، هو بياخد حقه في الحقوق اللي موجوده التجاريه والتسويقيه بناء على الايه؟ على اشتراكه في المسابقه، سواء القسم الثاني او الثالث او الرابع او الفروع. انت رابطها بالانتخابات ليه؟ انت رابطها بالصوت. فكان ايه اللي ينزل معيني من القسم يروحش الانتخابات؟ ما حدش يسلم عليه. حضرتك يخش جامعه عموميه والله قالوا يكسب ماتش، الف مبروك، ايه الاداء، يتغلب يا عم، سد حيلك، والله انت كنت ممتاز، حكم ظلمك. ونفضل ايه؟ حولنا الموضوعات للانتخابات حرفيه وكانها من اول يوم محليه. خلينا داخلين في الانتخابات الدوليه يا عم، مش اداره منظومه رياضيه. افصل الحقوق والكلام ده عن الانتخابات. هتخلي اصلا بعد اسف هتخلي العضو مش مهتم قوي ان عضو عامل ومنتسب طالما بياخد حقوقه، طالما بيتعامل معامله. خليني اسال حضرتك بقى يا باشمهندس محمود، انت عندك تجربه في هذا الامر، رابطه الانديه المحترفه الله يفتح عليك، دي يعني حضرتك رديت على السؤال، حضرتك كنت رئيس. طب الحقوق دي تتوزع منين؟ من خلال الروابط. ان كل قسم يبقى، وده من الايجابيات اللي اتعملت في اللائحه دي، ان كل قسم ليه رابطته. الرابطه دي مسؤول عن ايه؟ عن تجيب الحقوق وتوزعها وتدير مسابقته بس. انا بالقسم الاول ليه رابطه؟ بتدير حقوق مسابقه. القسم الثاني والثالث انا حضرتك اخش انتخابات مش فارق معايا، انا مش هتصور مع جنب ده ولا ده، انا عايز اشوف حقوقي كمسابقاتي وهي ديت الايه المنوط بيها. ايه الفرق بين تجربه رابطه المحترفين قبل كده والفكره اللي احنا عايزين ننفذها دلوقتي؟ وبعدين فكره الاتحاد عايز ياخد رسم مالي من كل نادي في الرابطه، وهل الرابطه تغني تماما عن الاتحاد وادارته للمنظومه باشمهندس محمود؟ نهائي حضرتك، هي حضرتك منظومه متكامله. انا ما اقدرش اشتغل، انا شفت حضرتك في الجزائر والتجربه اللي موجوده وفي الامارات، وهي حضرتك روح واحده. انت هي المظله الاساسيه هي رئيس الاتحاد، رئيس الاتحاد المصري، مع مش مين لجان حضرتك مستقله في الاتحاد زي الانضباط زي التظلمات، لكن بتشتغل كلها تحت مظله ايه؟ الاتحاد المصري لكره القدم. صحيح. هكذا الروابط، هكذا الروابط تشتغل من خلال منظومه الاتحاد المصري لكره القدم كراعي للمنظومه كلها، ويوزع اقتصادات من غير تدخل في بعض الاقتصادات الفنيه عشان تضارب المصالح. لان بيجي في وقت، ودي برضه الحكام بنرجع تقول الحكام، لان حضرتك بيجي في وقت من الاوقات بتضارب مصلحه النادي مع الاتحاد في حقوق. انا النهارده الحق ده زي ما حضرتك شفت بقى، ده السوبر ده بتاع مين، ده الماتش ده بتاع مين، ده انا الفنيله دي بتاعتي. بعد كده لما ان شاء الله تفتح المباريات ونعمل التطبيق اللي كنا عايزين نعمله في اللي حصل في روسيا وكلام من ده وبتاع، طب الكارنيه ده الاتحاد المصري ياخد نسبه قد ايه؟ ساعه ما يبقى في تضارب يبقى في رابطه باسم هذه الانديه تتكلم باسمها وتعمل التوافق اقتصاديه وتعمل التوافق من بين حاجه زي الحكام، زي شؤون اللاعبين دي بتاعت الاتحاد وعلاقتها بالرابطه برضو، يبقى في التوافق اللي موجود. ما يبقاش الموضوع حضرتك في وقت من الاوقات نادي معين في انتخابات يوم جاي رئيس الاتحاد او المسؤول عن الموضوع. طب ليه التجربه فشلت قبل كده؟ او عايز افضح دي موجود، يبدا يتدخل. واخطر ما في الموضوع في كشافيه الانتخابات، نادي يدفع الحقوق اللي عليها شبيت تجيب زيادات، ونادي ما يدفعش. خد بالك، نادي الاهلي يلتزم مثلا بحقوقه زي ما كنت موجود، يعني كنت موجود في الرابطه وكنت موجود في شؤون اللاعبين، ممنوع. لو نادي خد دعم اكثر بالتاني او ما التزمش بحقوقه او اتخذ حقوق من النادي، ده يخل مبدا التجربه الشافيه، ده ممكن يضيع مسابقه. ولو دخل تحقيق او تفتيش للتراخيص بحقه حقيقي بقى مش على الورق، يعني التراخيص موجوده وبناخد رخصه مؤقته، لكن الحقيقه ما فيش اي تفعيل لها. وعايز اقول لحضرتك بمنتهى الامانه، حضرتك بتقولي ليه بيفشل الحاجات دي؟ لان عدم الجديه في التطوير وعدم الرغبه في ان اسيب اللي في ايدي واستاثر انا بالامور كلها تبقى في ايدي انا اللي بقى. الو لاعب فلان، الو النادي الفلاني سجله، نرجع بقى لحته مركزيه او لا لا ونرجسيه حتى في بعض الاحيان. لا مش نرجسيه، انا مالي ومال تسجيل اللاعبين، انا مالي. انا النهارده حاطط سيستم وحاطط حكام معينه، اللي عليه مديونيه ما اقدرش، الاتحاد الدوري بيلزمني. ازاي حضرتك تبقى عليك مديونيه لاي عنصر من عناصر اللعبه كلاعب او وكيل او كلام ده، وتسجل لعيبه بمئات الملايين؟ ازاي ميزانيتك تبقى فيها عجز 300 400 مليون جنيه وتعمل لي عقد ب 2 مليار؟ حتى ما حطيتليش الديون اللي هتسدد الديون القديمه. صحيح. ازاي وهتسدد العقود الجديده وانا بقوم جاي ايه معتمد لك العقد؟ طب اعتمده على اي اساس وانا ماليش؟ هي دي التطوير. واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الدور الموضوع الجاي ده الناس تتعامل بهذا الموضوع، لان بالامانه والله العظيم ماشي بيه. كل اتمناه في حياتي كلها ان اشوف اليوم اللي الاقي السي الصناعه دي حضرتك بتعامل باحترام وتقدير، لان الحقيقه لانها زي ما حضرتك قلت ممكن تبقى قاطره مهمه الحقيقه. انا هقول لك هذا المنصب وهذا العمل تم اهانته اهانه شديده
بكلمك بمنتهى الامانه، اصبح اللي بيشتغل فيه محل شبهه. ومحل شبهه يقول لك حضرتك ده يا عم ده اللي بيخليه يخش ده بيستفيده. ما انت مش حاطط المعايير، ما انت مش حاطط الحوكمه، ما انتش بعدني عن الشبهات. بتخلينا اتدخل في شؤون اللاعبين، بتخلينا اتدخل في لبس، بتخلينا اتدخل، دي مش شغلتك. ده ناهيك عن طبيعه البشر، بالاضافه انه دي الضريبه اللي بتدفعها اي حد يتعرض لعمل العام. انا ما احطش نفسي فيها، انا لازم زي ما بيحصل بفصل الاداره عن التنفيذيه الموجوده. طيب بشكل شخصي الحاج محمود الشامي او المهندس محمود الشامي يحب يدخل انتخابات اتحاد كره القدم ياخدها ولا يعود رئيس لرابطه الانديه المحترفين؟ بص حضرتك، الحقيقه المرحله اللي جايه دي انا من اول لحظه اعلنت ان انا داخل نائب رئيس الاتحاد. نائب رئيس الاتحاد. وجميل وفي جميل يعني لاعضاء الجمعيه العموميه، الحقيقه كان في محاولات شديده جدا من بعض الناس انهم يلغوا هذا المنصب ويخليهم من جوه الاتحاد، من جوه الاتحاد. حضرتك الاعضاء يعني اختاروا حضرتك لما يبقى 134 واحد بيجي 133 واحد بس اللي يقول خليه يدخل، والمجلس والاعضاء وكل رؤساء الانديه، وده عشان الموضوع ده انا اعلنت ترشيحي له، ده كبير في رقبه الواحد، يخلينا امانه ان انا افضل في هذا المنصب. وانا مش طبعاً في اي حاجه تانية، ان انا اخدم الناس واخدم الرياضه اللي انا بحبها واخدم اعضاء الجمعيه العموميه. فعلا واضح انه علاقه طيبه جدا بتجمعك باعضاء الجمعيه العموميه، لان عمري يعني يمكن انا بقصر في التواصل شويه وكام ده، لكن هم عارفين ان انا ماليش اي مصلحه شخصيه، ان انا فعلا اخدمهم واجيب لهم حقوقهم. لان حضرتك فعلا ان الاوان ان هذه الصناعه وهذه الرياضه الانديه تاخد حقوقها فيها في تسويقيه. بدليل حضرتك حاجه، شوف حضرتك اكتر صناعه اتاثرت في الجائحه كورونا، هي الرياضه. الرياضه والله كل القطاعات تاثرت، لكن حضرتك انت بتتكلم على كره القدم، مفيش شك طبعا خسائر بالغه يعني. فتح الانديه بالذات بتعاني معاناه شديده، ان حضرتك قفلت الانديه 6 شهور وقفت، ورغم كده مفيش نادي كال جنيه على لاعب ولا على موظف بالاربع شهور تاخير والثلاث شهور، والناس بتدفع والناس بتشتغل. فعايز اقول ان ان الاوان ان نعوضهم في هذه الصناعه، والصناعه دي تشتغل، والانديه دي تاخد حقها، لانها فعلا معاناه شديده. حضرتك رئيس النادي يعني اذى شديد، وهو مش قادر يقبض المرتبات والاجور، وان الاول ان يبقى عنده موارد وتنميه. وعايز اتكلم منتهى الامانه برضه عشان ادي الحقوق القطاع الاستثماري جدا، عشان هنتكلم بعد كده في القانون يعني الرياضه مش عايزين ننقل عليه، لكن بنفتح مجال فيه ان هو الى حد ما اذا نقدر نشتغل في بنود الاستثمار اللي موجوده سواء في الانديه والاتحاد، الى ما يتغير القانون ويسمح لنا بانشاء الشركات الرياضيه ويسمح للاتحادات نفسها. قانون الاستثمار وقانون الرياضه ما هو بيعطي الحق في انشاء شركات. يعني النادي الاهلي مثلا في المقدمه يعني هو في طريقه لانشاء شركات، يعني اعتقد ان الدراسات انتهت تماما. الكابتن احمد الخطيب كان مكلف مجلس الاداره والخبراء اللي فيه الحقيقه بدراسه الشركات، وهو مسؤول عن شركه الكوره او عن دراسه الوضع الخاص بيه. هل ده ما يحلناش مشكله؟ هو ده الهدف يعني. بص حضرتك، انا في دلوقتي تعديل جديد في قانون الرياضه في بعض البنود الخاصه بيه، في جلسات استماع شغالين فيها، انا بحضر معاهم وبحب احيي طبعا لجنه الرياضه الموجوده، دكتور محمود حسين بورسعيدي محترم، وكان وكيل اللجنه ورئيس اللجنه دلوقتي، وفتح مجاله طبعا معانا الكابتن حسام غالي، مع كابتن محمد عمر، كابتن طارق السيد، سياده النائب صلاح سويلم المدير التنفيذي للاتحاد، والناس من الواحد اشتغل معاه الحقيقه، وخبرات كبيره جدا في العمل الاداري والرياضي، موجود في لجنه جامده جدا، كابتن محمد عمر الاتحاد الاسكندري، طارق السيد رئيس المهندس طارق السيد رئيس نادي الاولمبي، في خبرات متنوعه وتوادر هائله. بص حضرتك يعني حاجه تشرف يعني، وهيعملوا حاجه كويسه، وان شاء الله احنا معاهم في كذا استماع. وبرضه مش عايز القي اللوم واقول ان القانون اللي فات كله كان وحش، لا اللي فات بالعكس، قانون الرياضه شيء بيه. هي التجربه دايما بتظهر بعض الثغرات اللي بتحتاج الى تعديل، وزي ما بنقول لكل زمان ظروفه ومعطياته. لازم تجود. حضرتك في الاتحاد الدولي كل اجتماع مجلس كنت بحضر مثلا 6-7 مرات، كل ما اطلع كل سنه، كل مره لازم بندي بيتغير، ده شؤون اللاعبين، هو بيشتغل، لان الموضوع ده فيه ثغره، ده كره القدم قانونها بيتغير. فما اقدرش اقول ان القانون ده دمر، بالعكس مجهود مبذول جدا للوزير السابق المهندس خالد عبد العزيز، وبيكملوا دكتور اشرف صبحي بفكر طبعا اكاديمي وفكر استثماري، وعمل كمان حاجه كويسه جدا، عمل استثمار كمان في مواضيع مراكز الشباب، ومحتاجين برضو نبقى نتكلم فيها في حلقه ثانيه، بس خلينا في حلقتنا نتكلم فيها. القانون محتاج يتغير كله، لا اخطر ما في القانون واخطر ما في الاعمال القوانين اللي انا شفتها كلها شبه، لو ما اتحلتش هنفضل في الدايره دي مش هنخلص منها. لما دخلت المجلس النيابي في 2010 شويه، ما لحقتش اجد دلوقتي، انا موجود دلوقتي في المجلس النيابي في الدوره ديت، اخطر ما في المواضيع والقوانين كلها اللي فشلت وما تنفذتش
لما تتاخر كل قانون يقول لك بعد ما يتعمل 6 اشهر وتعمل اللائحه التنفيذيه بتاعها. المصيبه كلها الشيطان يكمل تنفيذية. الشيطان تفاصيل. يكمل في الايه في التفاصيل. برافو عليك شيبي. تيجي حضرتك تعمل قانون جميل جدا ونيتك كويس جدا تقوم جاي حضرتك اللائحه التنفيذيه اللائحه تخرب تتعمل بمنقى عن الناس اللي ايديها في المطبخ واللي فاهمه الدنيا تتفسر تفسير غلط تتغلط. واحيانا بيكون فيها هوا وغلط احنا يعني علشان نكون صريحين مليون في المية كلام حضرتك صح. مش بس في قوانين الرياضه في بعض القوانين الاخرى حضرتك يعني. قانون التصالح نية سليمة جدا كقانون لائحته التنفيذيه اسوء ما يكون ودمرتنا مش عارفين نحلها لغايه دلوقتي. قانون 144 قانون الهيئه تصالح المخالفات مخالفات قانون اشتراطي ما انتهى بقى هو كان لفتره مؤقته لا مستمر لا حضرتك لا 31 مارس انتهى لا 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 لا, لا مستمر حضرتك اللي ظهر فيه واحد من 10 من الموجود ليه عشان لائحته التنفيذيه اتوجهت توجيه غلط وتفسرت تفسير غلط فرغت اهم قانون من مضمونه. اتمنى من الموجود على الهواء مع حضرتك اهو يا جماعه بعد اذنكم القانون يجي وتحته التنفيذيه كده معاه ايه اللي بوظ قانون الرياضه ده ادت لكل هيئه يعمل البتاع اللائحه كل واحد حضرتك المشكله حضرتك زي ما حضرتك زي ما حضرتك لما يتحل يبقى مستشار ده يقول اتنين نواب ده يقول سته مش عارف ايه ده يقول فلان ايه بقت ايه حضرتك. بس ده كان مطلب قديم باشمهندس محمود لو انت فاكر انا فاهم اللي هو تفعيل ادوار الجامعه العموميه لا بالظبط اللائحه الخاصه بيها تصنع دستورها حضرتك ماشي بس اللي حصل ايه في التطبيق انا برضو انا لازم اكون انا ليا دور اوجهه اعمل حاجه عملنا حاجه استرشاديه عملت بسرعه مطبوخه اعتمدت ما كملتش جامعه عموميه كان فيها ثغرات فرغت القانون اللي بذل مجهود كنا مستنينه حضرتك احنا بنتكلم قانون من 77 خدت بقى حضرتك طلع لنا في 2017 40 سنه قعدنا 40 سنه مستنيين تعديل قانون الهيئات اللائحه التنفيذيات الاستشاريه ما مثلتش 10% من فحوى وملفات اللي موجوده كانت لازم تبقى لها دور اكبر واعمق لو كنا ناقشناه ودنا ادي مساحه للائحه استرشاديه لمشروع لائحه استرشاديه خدت بالك يشتغل مع القانون ودخله في الجلسات الاستماعيه بتاعتنا ونزلوا المشاركه المجتمعيه. متوقع امتى يا حاج محمود تتاهوا من والله احنا عندنا هي بص الحكومه هتدفع بقانون ولا هيتقدم احد على الاعضاء؟ لا لا تقدم خلاص هو موجود دلوقتي حضرتك في اللجان تقدم رسمي كامل والشباب والرياضه بتبحث واللجنه بتنزله ماده طبعا بذكاء طبعا من دكتور محمود وبتاخد راي اللجان وبتاخد من جلسات الاستماع بس عايزه وانت بتشتغل فيه بعد ما تخلصه حطوا خليهم يشتغلوا بالتوازي ده يعني ده خبرتي في الموضوع بمشروع لائحه تنفيذيه احنا مش هنفرض هنشارك فيها المشاركه المجتمعيه والانديه والاتحاد قرار مين قرار اللجنه انا في مش حكومه يعني لا لا واللجنه مع الحكومه مش الحكومه اللي بتعمل اللائحه التنفيذيه بص هي صلاحيات الحكومه بس لما اللجنه تيجي تقول يبقى في توافق انا 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 كوزير فرصه وجود دكتور اشرف صبحي على هذه المنظومه وراجل متعاون جدا احنا في وزاره الصناعه مثلا الست مشاريع اللي اتعملوا الاخير الوزيره نجحت وبذكاء منها انك تدخل اللجنه بتاعتها سواء في الصناعه او في المشروعات الصغيره يناقشوا معاها اللي ايه؟ اللائحه ما قللتش من الحكومه في حاجه انا خلال 6 اشهر بعمل اللائحه طب ما تشكوى طالما الصالح العام هو الهدف ماليش هوا دي صلاحات مطلقه للوزير وصلاحات مطلقه لمجلس الوزراء ماشي بس حضرتك بدل ما تعملها مشاركه ما تخلينا نقول عشان لما نضبط دي مع دي يبقى التفسير اللي بتاع القانون اللي انا موافق عليه ومكرهه لك كراجل تشريعي ورقابي هو يجي اللائحه التنفيذيه تحققه. عظيم. دي النقطه. طيب يعني احنا دخلنا في القانون ممكن يكون لنا تعليق تاني عليه يا حاج محمود وبعدين موضوع الانتخابات عايز ارجع لحضرتك تاني برضو فيه بعد الفاصل المهندس محمود الشامي وهذا الحوار الحقيقه يعني انا عجبني جدا وضوح وصراحه المهندس محمود الشامي وتطرقه الى كل الملفات بكل هذه الصراحه والوضوح اللي بتستهدف الصالح العام. ابقوا معنا مشاهدينا الكرام سنعود اليكم. برحب بحضراتكم مجددا في حوار صريح جدا او لا تنقصه فعلا الصراحه عن هموم الرياضه المصريه خاصه في مجال كره القدم. ارحب مجددا بضيفي الكريم المهندس محمود الشامي هذه العلامه الكبيره في مجال الرياضه والسياسه ايضا برحب بحضرتك الحقيقه عندنا معضله فضل. يعني كنا بنتكلم في موضوع القانون الرياضه قبل الفاصل والمجلس شغال عليه دلوقتي عندنا فكره تنازع الاختصاصات هل هناك تنازع اختصاصات ما بين الجهه الاداريه اللي هي وزاره الشباب والرياضه وما بين اللجنه الاولمبيه اللي القانون نص ان هي اللي تتولى حتى فكره الاشراف على وتطابق ده مع الميثاق الاولمبي باشمهندس محمود هنحل المعضله دي ازاي؟ ممتاز جدا نرجع تاني لنفس المشكله اللي قلنا فيها ان القانون لو مش اللائحه التنفيذيه موجوده فيه
والثابت للاهواء بتعمل لنا مشكله. بتبقى مشكله ليه؟ لانها بتبقى انت بتاخد لوائح وقوانين ثابته والتفاصيل كلها في اللائحه. نعم. اللائحه بتبقى بتدي توجه الوزير المختص او مجلس الوزراء. هو بيحتمل لتفاسير كتيره. لو حصل تغيير بعد كده وزاري بتبقى غصب عنه اللي بيجي الوزير الجديد بقى له رؤيه مختلفه بغض النظر انها صح او غلط. فهنا يحصل التضارب ويفضل التشابك اللي موجود والتفسير المختلف تحصل خناقه. لو تفتكر في بدايات 2017 والقانون وبعد 6 اشهر من اللائحه التنفيذيه ما كانش فيه الخلاف ده ما كانش واضح. صحيح. لاربع اسباب. اول سبب ان كان فيه يعني اتفاق كتير ما بين اللجنه الاولمبيه وما بين وزاره الشباب والرياضه وكانت بتدار بتوافق جامد جدا الاثنين مع بعض. نمره 2 ما كانش باين قوي الموضوع اللي كانت الانتخابات تمت ولسه بادئه وما حصلش المشاكل الخاصه بيها في الطول والانتخابات وما بانتش في تنفيذ اللائحه التنفيذيه كاستشهاديه او لوائح اخرى خاصه بالانديه والاتحادات ما بانتش لان كانت لسه في البدايات. صحيح. لما بدانا ننفذ اللوائح الاستشهاديه اللي اعتمدتها الجامعات العموميه او اللائحه الاستشهاديه بتاع الوزاره اللي هي العام اللي كل الانديه عملت بيها او الاتحادات اللي تمثل قرار اللوائح الخاصه اللي تمثل حوالي 80% من التعامل حصلت المشكله. ان فوجئنا بان الكلام كان بيتقال على ان ماليا واداريا بس الوزاره وكل القرارات الفنيه او مجالس الاداره او المحاضره تبقى من اللجنه الاولمبيه. بقى يجي الوكيل الوزاره يخش يقول له انت انا تبع اللجنه الاولمبيه انا مش تبعك ما تخش ما تفحص. وبدات الصراعات وبدا الموضوع بدا تضارب حصل تغيير لما حصل برافو عليك. فعشان اللائحه التنفيذيه ما وضحتش الامور فبدات بيحصل تغيير وزاري فيجي بقى نعمل ايه؟ نشوف البنود اللي ممكن اخش منها اقول دي صلاحياتي. فبدات من ضمن الصلاحيات اللي بيتقال في ايه هي الاداره المركزيه اللي هي الوزاره المختصه شغلها انها ايه تشرف مالي واداري. ثم بقى ايه بقى كلمه بقى إيه؟ وهي المنوط بها مراقبه ومحاسبه ومتابعه القرارات جميع القرارات خلاص جميع دي بقى داخل ايه بقى فنيا واداريا ومجلس اداره. فمن هنا فاصبحت على هذا اتعملت اللائحه الماليه اللي تدي اختصاصات للوزاره المالي والوزاره ولا بقى والحل والمحاسبه وكل حاجه واعتمدت بقرار وزاري برضه وطلع لها بيان. بقى عندي ده لائحه ماليه بتدين هذا الاختصاص وعندي لائحه استرشاديه بتدي اختصاص اخر للجنه الاولمبيه. الموضوع ده لازم يتحل. فكروا فيه ازاي في القانون ازاي تعمله من غير ما تبقى انت ما يبقاش تعارض مع الميثاق الاولمبي. وهذا الموضوع المطاط بتاع الميثاق الاولمبي احنا شفناه بصراحه مديله اكتر من حجمه. كان يعني امتى الفزاعه تتاخد وامتى انا اهم حاجه ان الموضوع يمشي بسلاسه وبحوكمه. المشكله الخوف من التدخل الحكومي انك تتدخل لطرف ضد طرف بس لكن لو ما في اشراف مش في ضبط وفي اشراف الله يفتح عليك. فانا لما احط الضوابط بتاعه الحكامه بتاعه الشفافيه بتاعه النزاهه بتاعه التدخلات وبتاع المعايير وكلام انت انا اللي دخل اللجنه الاولمبيه هتقول لي شابوه الميثاق الاولمبي ولا عرضته ولا هيجي النهارده كمالي هقول ده خالف الميثاق خالف الشروط بتاع هو هيتحل ده مش داخل حكومي بقى ده تصويب. هو ده النقط اللي اتمنى انها تتحط في اللائحه الجديده بلائحة تنفيذية واخدة وقتها يعني حضرتك عايز لائحة تنفيذية بالتوازي مع عدد معاها دلوقتي حتى لا يحدث تضارب. ما تقوليش بعد 6 اشهر انا ممكن يعني بعد 6 اشهر القرار قرار مين يا باشمهندس محمود؟ الوزير اللجنة دلوقتي اللي هتشتغل الوزير 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 وانا من عندي طيب هل حصل حوار مع الدكتور اشرف؟ لا الحقيقة انا مش في لجنة شباب الرياضة انا بحضر معاهم انا واحد منهم محبين انا بكلم الدكتور اشرف صديقنا الدكتور محمود حسين طبعا والدكتور اشرف صبحي الحقيقه يعني والمجموعه الوزير لن يتوانى الحقيقه والمجموعه اللي موجوده كلها المطبخ اللي موجود كلها الفني الموجود سواء فني سواء اداري سواء قانوني على اعلى مستوى يعني وشايف حضرتك ادارتهم للملفات الصعبه في نادي الزمالك والملفات الصعبه في انديه كتيره زي قدروا عشان التضارب ده. اتمنى وانت بتعمل هذا المشروع بتاع التعديل حط لي معاك تصورك للائحه التنفيذيه لما تحصل عشان لما تحصل مشكله كانتخابات اشوفها قدام عينيا وانا اقول لك خبرتي فيها. بس مفيش تخوف يا باشمهندس محمود انه احنا في حال تعديل القانون بهذه الطريقه نرجع تاني لفكره لوائح استرشاديه او لائحه من وزاره الشباب والانديه اللي اعدت لوائحها الخاصه بتشتغل بيها؟ هل ممكن لازم نطالب الانديه دي باعاده اللوائح؟ هل نرجع يعني مؤسسات او محطات خاصه؟ انت حضرتك تبقى عارف
فرصه ذهبيه عشان حضرتك وصلت السؤال اعتقد ان هو الاهم في اللقاء ده في الماده في الجزئيه دي. الجزئيه دي معناها ان انا هعدل القانون. لما اعدل القانون لازم اعمل اعدل اللوائح عليه لان بتدي لك فرصه 4-5 شهور توافق اوضاعك على التعديلات الجديده. طبيعي لازم يكون في مرحله انتقاليه. مرحله انتقاليه ديت حساسه جدا ان انتخابات بعد الدوره الاولمبيه. ففرصه ذهبيه انا اقول اهو ان نكثف الجهود. ومن هنا بكلم حضرتك من خلال الاجنده بتاعت المجلس واجنده اللجنه يعني 24 ساعه لا محدش ينام الا ما تخلص التعديلات بتاع القانون. والا لو حضرتك ما دخلتش خطأ تعمل انتخاباتك على اللائحه القديمه والقانون القديم زي حضرتك بتقول والا هتعمل ارتباك كامل في المنظومه ومش هتطول وهتعمل مشكله. لان حضرتك لو انت جيت كده في عملت دلوقتي تعديلات قانون مواد القانون ودخلتها هتعوز بعد كده فتره تعمل لوائح استرشاديه عليها بعدها انتخابات. فما عندكش فرصه افضل من الدوره الاولمبيه اللي هتشتغل وتاجل كمان شهرين. صحيح. انك تخلص قانونك وتخلص الحته كده. والله حضرتك فتحت لنا ملف مهم جدا. احنا ان شاء الله يعني نحاول نجيب صديقنا العزيز المحترم سياده النائب الدكتور محمود طبعًا طبعًا. رئيس لجنه الشورى ونتكلم معاه الناس القانونيين الموجودين والمدير التنفيذي للرياضه الدكتور احمد شيخ المدير التنفيذي حاجه يعني ممتاز. المدير التنفيذي للشباب الدكتور اشرف صالح الاداره القانونيه اللي موجوده كلهم ناس. الدكتور اشرف صالح يعني قد اكون متعصبا ليه يعني بس هو الحقيقه من وقت ما كان رئيس الاداره المركزيه لمكتب الوزير ثم دلوقتي مدير الوزاره في القطاع الشباب والمدير التنفيذي يعني كادر فني وقانوني طبعًا يعني طبعًا طبعًا مرعب حاجه كده فعايز اقول ايه انت ما عندكش وقت حضرتك تقول لي اخد القانون وست اشهر اعمل لائحه انتخابات في شهر 10 وممكن انتخابات تبدا في شهر 7 يعني الانديه انت المفروض حضرتك ايه مين اللي بيختار الاتحادات الانديه الطبيعي انك تعدل القانون خارطه الطريق القانون واللائحه التنفيذيه ثم تعمل انتخابات للانديه ثم تعمل انتخابات للايه للاتحادات اللي هتختار الايه الانديه هتختارها لكن ما عملش الاتحاد والانديه دي هتمشي بعد يعني بعد اذن حضرتك يعني النادي النهارده 4 سنين وهيمشي رئيسه ومجلس ادارته ينتخب انديه تقعد 4 سنين اتحادات تقعد 4 سنين ولا اجيب الانديه زي زمان ما كان القانون حتى يقول لك مجلس اداره ما يقدرش يبرم عقد في 6 اشهر يزيد عن الفتره المتبقيه ليه او في فتره الريبه او فتره الريبه اللي هي 6 اشهر. طيب انا دلوقتي في فتره الريبه هختار اتحادات تقعد 4 سنين كمان وانا اصلا همشي ما انا ممكن ما يبقاش عندي معايير ما عنديش طبعا ممكن اخش انتخابات وسط او اكون مش هخش. طب ماذا لو لم يتم اقرار القانون خلال 5 شهور هي حضرتك ما بتكررش قانون شبه انت متعدل بتعدل بموت فبسرعه ندخلها ما هو السرعه دي برضه طلع لنا حاجه مش مظبوطه لا النوم متقال الموضوع محتاج دراسه يعني الدنيا منوره انت بقالك 4 سنين عشان برضه ما نقولش الكلام ان القانون يعني القانون ده اللي اتعمل ده في حاجات كويسه جدا ايجابيه جدا جدا والا زي ما حضرتك بتقول في الاستثمار في الكلام ده في بعض الحاجات اللي هي زي طبيعيه يعني احنا عندنا بناء مهم اللي هو القانون القديم نبني عليه وحاجات محتاجه الى تعديل دي واضافات الحكامه زي في حاجات في الاستثمار زي حاجات في تراخيص وضع الشركات جوه ده عشان كده بقول لك اللائحه التنفيذيه تبقى معانا عشان هي اللي هي القانون مش هيبقى فيها الكلام ده يعني ازاي اعمل الفصل ما بين شركه الاهلي لكره القدم وبين الجمعيه العموميه وادخله باي نسبه واعمل هذا الفصل ده محتاج في اللائحه حتى شبه في قانون انت مش هتقوله في قانون انت هتنشف القانون هتحط اللائحه في الاليه بتاعته الاليه مع ده لازم يخش مع بعض في الفتره دي عشان نقدر نخلص الموضوع ده ويبقى فيه ويبقى ايه بقى ما عندناش حل اللي هو صحيح يبقى ده عشان يشان بعد كده وده العنصر الحاكم الحقيقه للاتحادات حضرتك بالظبط والتطوير بالظبط وتحط بقى انشاء الشركات انشاء الصناعه انشاء الغرف اللي تخدم انشاء الروابط اللي تخدم المنظومه كلها. قبل ما اروح لملف تاني فاتني بس في موضوع انتخابات اتحاد الكوره انت حضرتك في ترتيب مع قايمه ولا حضرتك اعلنت ان انت داخل كنائب رئيس اتحاد بقى وزي ما تيجي يعني مستقل بعض الاسماء يعني المهندس هاني ابو ريده مثلا قال انا مش هدخل واسيب الفرصه للشباب او لوجوه او للراغبين يعني هل تعتقد ان ممكن المهندس هاني غير رايه تحدث ضغوط من ابرز المترشحين لرئاس الاتحاد دون احراج المهندس لا بالعكس يعني بالعكس حضرتك ناوي تدعم مين او مين يدعمك علمتني التجارب في كره القدم بالذات مفيش يعني ممكن اقول والله ما انا نازل يبقى والله نازل جاي مش ازعج والله ما انت قايم يعني قايم فانا ايه في الاول الموضوع مرتبك يعني طبعا باشمهندس هاني علاقتنا بيه طبعا انا اشتغلنا معاه في كل المجالات بالعكس هو اللي بيقدمنا ويعتبر احنا ناس مش محسوبين عليه دخلنا معاه هو كابتن سمير زاهر خلال ال 20 اللي هو حرب ربنا يديله الصحه وطول العمر ويرحم الكابتن سمير اشتغلنا ال 20 سنه دول احنا من 97 واحنا ايه او من 93 مقامات الحقيقه محترمه من 93 واحنا شغالين مع الناس دي فطبعا ايه اعلان الكابتن هاني موجود وبعدين اعلن الكابتن شبير نزوله ف
يعني اعلنت ان انا نازل مستقل. حتى في شوبير اعلن نزوله في الفتره، انا بتكلم على الفتره السابقه قبل كده. دلوقتي الدنيا مش واضحه يعني، ولا كابتن شوبير اعلن ولا الكابتن هاني بيعلن ان هو بنسبه كبيره ممكن ما يعودش الترشح. ما اتحسمتش لسه، عشان كده انا ما زال في خطي ان انا نازل نائب رئيس، ولا يعني حتى في اعتذار هنا وهنا انا نازل نائب في الفتره دي. وقتها هتدرس الموضوع يعني على مين هيطلب منك. هل الكابتن هاني هيكمل؟ الضغوط هيبقى موجوده وهيعوز يبقى موجود. هل الكابتن شوبير مش هيكمل؟ هل في وجوه جديده هتعلن زي ما على مثلا مهندس محمود طاهر او غيره نازل؟ دي هتبقى سابق لاوانه يعني. طيب انت حضرتك بالاساس عضو في لجنه الصناعه في مجلس النواب. لا انا عضو في مجلس كيان، بس انا في اتحاد الصناعات نائب رئيس غرفه الصناعات النسجيه بقالي 20 سنه. طب على ذكر وعضو في الاتحاد العام للصناعات النواب، الطفره الانشائيه اللي بتشهدها مصر وشايفها حضرتك ازاي؟ بص انا شايف احنا عندنا طفره كمان في النادي الاهلي غير طبعا أنا في الفروع المختلفه تسعه. يعني الكابتن الخطيب عامل ملحمه ومجلس اداره. قلت على الهوا كنا في تكريم البطوله في نادي الصيد. انا كنت في من المؤيدين لكابتن محمود طاهر في الانتخابات اللي فاتت، كنت علنتها واحترام، ولكن انا بقول ان اللي حصل في الدوره دي شهاده للحق والتاريخ، سواء على مستوى الاداء الطفرات الانشائيه، سواء على مستوى الانشاءات اللي موجوده، سواء على النجاحات اللي موجوده والاداري طبعا الاداري والفني وكل الالعاب وكل القدم والشركه والكلام ده، طبعا يتحسب جدا لمجلس الاداره ويتحسب للكابتن محمود ومجلس ادارته وحيوا عليهم، وامانه حملوها بمنتهى الامانه ومنتهى الاخلاص ومنتهى التفاني في العمل. والناس اللي كنت بتسال الناس قلقانه بالتذبذب في المستوى، قلت لهم ان شاء الله الانسان في تحديات كبيره يعني في التحديات يعني ان شاء الله انا يعني مستبشر خير ان البطوله دي ان شاء الله تبقى ختمه جميله جدا لهذا المجلس. رغم الايه المنافسه عندنا في النادي ولا طبعا عضو بقى لي 30 سنه عضو جماعه عموميه. طيب ما بتفكرش في انتخابات النادي الاهلي يعني؟ لا مش بالعكس، اتحاد الكوره جدي الله يرحمه كان لك كلمه جدا، من بوريك له في شيء فليلزمه، ده سيدي عطاء الله، انت ربنا يبارك لك في حاجه. لا وحضرتك عندك خبرات هايله في مجال اداره المنظومه نفسها. انا مسكت نادي بلديه عشان الذاتيه الحقيقه كلها متراكمه في اتحاد الكره. فدي في المكان اللي تقدر بالظبط. هي حضرتك العمل العام حساس جدا وشفاف، وحضرتك مش هيديلك ثماره الا ما تديله كل وقتك، عشان بس حضرتك تبقى عارف ليه ده بينجح في العمل العام وده بيخسر. في ناس بتاخدها عشان تايتل، عشان السفر وعشان روزيتا ويبقى فيرست كلاس ويفضل سياده النائب، اتفضل يا سياده الرئيس، ده حضرتك ما بيسيبش بصمه. صحيح. انا من غير من غير ما اعرف داخليات اعضاء مجلس اداره وكابتن خطيب، البيت كابتن خطيب ما بيشوفوش، لو بيتمنوا اليوم اللي هو يقعد فيه في بيته. انا 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 كنت قريب من محمود طاهر في الاربع سنين، يعني كان همهم كله ان هو ما يكملش، انهم مش شايفين علامه النجاح ان هو بيدي لهذا المنظوم وقته افضل من بيته كمان، وايه اللي ما بينجحش. فالعمل العام ده كده، حضرتك ما اشتغلتش باخلاص فيه، فهتاخد عايز تاخد المنظر والكلام ده في الاخر هتنكشف. انت حضرتك يعني عضو في النادي وعارف انه النادي الاهلي ما زال محافظ على تقاليده وعلى طقوسه. رئيس النادي ما عندوش كرسي يقعد عليه في يعني هي غرفه مجلس اداره يدخلها وقت الانتخابات يمشي، والوقت بعدين قاعد في الجنينه وسط الناس. الوقت يعني انا بتكلم على الوقت. يعني شهادتي مجروحه، لكن تقدر تقول انه تفاني يعني كل الوقت مخصص. عايز اقول بمنتهى الامانه كمان، وشهاده حق لكل الناس اللي اشتغلت في الاداره في النادي الاهلي بصراحه، حتى في الاختلاف. يعني تعالى حضرتك النهارده قول لي وده وارد يعني قول لي الباشمهندس محمود طاهر طلع قال ايه، حتى في وقت الافواج او كل عمل فيه افواج. لا الكيان له احترام ولهيبته واحساس بالمسؤوليه واحساس بالحب. صحيح. والاخلاص. صحيح. لهذا المكان. صحيح. انت مش مخلص لاشخاص. انا لا ازيع سرا يعني يا باشمهندس محمود، انه لما بنكون في اجتماع ولا بتكلم الكابتن محمود الخطيب دايما ينسب الفضل لاهله، يعني دايما يقول احنا رؤساء انديه بنيجي نكمل بعض، اعضاء بنيجي نكمل بعض. انا ببني على المهندس محمود طاهر عمله، والمهندس محمود بنى على التاريخ الطويل والعريض للكابتن حسن حمدي والان كابتن، وهكذا يعني. ويحب يدي لكل واحد حقه، مفيش فكره يعني عاش الملك متى الملك. بالظبط. ده اللي بيحافظ على الكيان. وبعدين ده في الاخر ده دين. يعني حضرتك انت النهارده
اذا انا بدات ان انا اضيع حق ده، يعني من يعمل سوءا يجزى به. انت حضرتك هتلاقي نفسك هيجي وقت اللي انت عملته هيتعمل فيك يعني. فهي الموضوع عايز اخلاص، وهي فعلا في الاخر ناس ملتزمه وناس حابه الكيان، وعشان كده كان يزداد. طيب واحنا بنتكلم عن الطفره الانشائيه مش بس في النادي الاهلي، في مصر زي ما حضرتك تفضلت، وحضرتك عضو لجنه الاسكان في مجلس النواب، مصر الان تستعد لحدث عظيم جدا الا وهو الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة. النهارده رئيس الوزراء كان بيفكروا يعملوا افتتاح عظيم لهذا المكان اللي هتبدأ مع الجمهورية الثانية يعني، وعندنا منشآت على أعلى مستوى، ومصر استضافت عدد من البطولات في مختلف اللعبات الفترة الماضية. هل مصر مؤهلة خلال السنوات الماضية لتنظيم بطولات أكبر وحدث رياضي أكبر باشمهندس محمود من وجهة نظر حضرتك؟ أنا شايف حضرتك إن إحنا ماشيين بخطوات وسلم عالي جدا في هذا الموضوع، لابد أن ينتهي بتنظيم كأس عالم. لابد بص حضرتك العمل المنظم، العمل اللي هو بي 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 بيتسع وبيزيد حضرتك، لازم يكون له نهاية كبيرة مش نهاية محدودة. انت حضرتك في الطاعه، حتى في طاعتك، حتى في عبادتك، انت ليه بتريحك نفسيا؟ عارف انت موعود بايه؟ بجنه، موعود بحاجات، فانت على طول مشتاق لهذا الموضوع. صحيح. فانت لو فضلت تقول انا ما اقدرش وما اعملش، انت حضرتك هتقعد وهتندثر. احنا عندنا بنيه تحتيه اللي اتعملت واللي هتعمل واللي كمان في اراده كمان، يعني في قياده سياسيه الفكر كمان يعني. الفكر السياسي نقول لحضرتك بتاع الرئيس ومواجهه الازمات. صحيح. والمبادرات اللي بتتم، المبادرات الرهيبه اللي بتتم بمليارات، زي حياه كريمه، زي الكلام ده كله يعني، 100 مليون صحه وكل حياه وتطوير القرى. ونطمن الناس ان الخير هيعم، هيمسك جميع ال 100 مليون. هو في قلق كان ايه عصابه الاداري؟ طب النهارده عندك في الكرة، وعندك في النجوع، عندك في الكلام ده. اتمنى سبحانه وتعالى ربنا يطول في عمر الرئيس والناس والناس تحافظ على بلدنا الغاليه، تحافظ على بلدنا. والصبر يا جماعه، صدقوني والله العظيم ثلاثه، هو ده المفتاح، هو ده اللي يريحك. اصبر، لان في الاخر احنا فعلا هنروح في مكان تاني، وان شاء الله ان شاء الله ينتهي الايفنتات اللي موجوده نارك في بطوله السلاح وكاسياد، يكون الهدف الاسامي نعلن كده ان احنا 2040 2042 كاس العالم 38. احنا النهارده مثلا كل اربع سنين هنبقى امتى بنعمل كاس عالم او بنتقدم له من دلوقتي، لان ده يبقى هدفنا في المنظومه. لان حضرتك كمان مش استعد بالبنيه الاساسيه والمنشات الرياضيه النهارده، شركه الاستاد النهارده اللي خدت طوارئ الاستاد اللي موجوده. طبعا شركه وطنيه فكرة عظيمه، فكره عبقريه طبعا. وانا بقول لهم من هنا وننتظر منها الكثير الحقيقه، عندهم خطط واحلام. وانا قعدت مع السيد الوزير وكلمته حضرتك. الجامعات يا انت حضرتك المجلس، انت عارف حضرتك المجلس الاعلى للشباب والرياضه ده كان بيبقى فيه ممثل من ايه؟ من رئيس التعليم، وزير التعليم العالي، وزير الداخليه عشان الرسوم كانت بتاعته. فكنت انا لما مسكت الفروع فكنت بحصر الانشاءات اللي موجوده. وانا كنت 2005 لقيت يا فندم المجتمعات العمرانيه الجديده، كل مجتمع فيه استاد مهمة. تروح دلوقتي الجديده تلاقي استاد عالمي، برج العرب نفس الكلام، الجامعه في الجامعه جامعات موجوده، جامعات فيها استادات، في جامعات فيها اثنين القاهره وبينتهي الوزير التعليم العالي الحقيقه عامل نشاط الدورات اللي عملها والدوري اللي عمله. لكن جت الجائحه طبعا عطلتنا، لكن المنظومه دي لازم تتجمع مع بعضها. سياسه الجزر المنعزله والصندوق السيادي للاصول اللي هيجمع الاصول اللي مستغله، هايل فكره هايله طبعا. لازم الرياضه، صندوق الرياضه اللي اتعمل ده، لان حضرتك انا مع احترامي الكامل لحضرتك كرئيس جامعه، مع احترامي الكامل لسيادتك رئيس هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده، الملف ده لازم يتجمع مع بعضه، لازم كله يبقى له اتجاه، يشيل شيلته بتاع الرياضه. احنا بنتكلم عن فكره التناغم لان النهارده لازم اطور، لازم اعمل صيانه، لازم استفيد بيها، ويبقى كمان يبقى منشاه اقتصاديه. ما هو حضرتك انت مدخله جوه الجامعه ومدخله جوه المجتمعات العمرانيه الجديده بيخدم الفصيل ده بس، وشغال شهرين ثلاثه وطول السنه ما ازاي ادخله غير مستغل، ازاي استغله صحيح واحقق الاصول اللي غير مستغله واحقق ربح بيه، ويبقى منشاه اقتصاديه ذات ربح وذات نفع بدل ما اعمل سد جديد. احنا معانا دقيقتين، يعني لو في سؤال انا ما سالتوش ولا حاجه. احنا عندنا يعني الزملاء الحقيقه ما شاء الله، انا سعيد والزملاء مجهزين حاجات كتير مع حضرتك ملفات. هل انا يعني فاتني حاجه اسالك فيها في حدود الوقت اللي خدناه؟ انا بس عايز اختتم بهذا اللقاء في الدقيقتين ديت، يعني هني الناس بشهر رمضان المعظم، شهر التصالح، وفضل يومين او اربع ايام قليله ويتعرض شهر عرض الاعمال. صحيح. ربنا يمحي كل ما كان فيها من تقطير وحرمان، ويبدلها بايام توفيق وايام يسر على الامه الاسلاميه، والجائحه دي تبقى تمر ولا تضر.
اللي جاي كله يبقى خير ان شاء الله للامه الاسلاميه ولشعبنا والبلدنا اللي احنا حابينها واللي احنا فيها. كمان عندها تحديات كبيره قوي، فنتمنى يعني ان يكون الجميع على قلب رجل واحد خلف قيادتهم بس لنعبر هذه الازمه. احنا داخلين في تحديات داخليا وخارجيا وثقه كامله وتوفيق من عند ربنا. خلي حضرتك انا عايز اقول بمنتهى الامانه هذا الرجل له فواتح توفيق من الله سبحانه وتعالى وخفايا لطف. صحيح. هتكملها الاخر ان شاء الله بالتوفيق واليسر ان شاء الله. ربنا يحفظ مصر ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا مهندس محمود الشامي، يعني هذه القامه الرياضيه الكبيره وهذا الحوار الذي الحقيقه اتسم بالوضوح والصراحه. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه. في الاسبوع القادم ان شاء الله هنكون تقريبا الاربع اتنين رمضان، هيكون عندنا خطه جديده ومجموعه من البرامج المختلفه ان شاء الله زملائنا في القناه يعرضوها على حضراتكم، ونسعد بصحبتكم دايما. كل سنه وحضراتكم طيبين، دمتم في امان الله ورعايته، والى اللقاء.